ذكركم حديثنا اليوم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تحديدا نحكي على مسألة الإدمان والمخدرات بين تلاميذ تونس. ديما سؤال يطرح نفسه، من يتحمل المسؤولية في هذا الإطار؟ كل واحد نلقاه مالغزمان يرمي الكرة للآخر، خاصة مع انتشار الظواهر هذية. لكن فما محدد وفما أولويات، كما قلنا أستاذ فيصل الكعبي مختص ومعالج نفسي قبيلة بشوية، قلنا بداية بالأسرة انطلاقا مرونا بالمؤسسة التربوية، من ثم الشارع اللي هو قاعد يحتوي في الصغيرات نتاعنا. كنا قبيله بشويه حتى في الأوف نحكيوا على السبل التربويه اللي تنجم تخلي صغيراتنا ما ينساقوش في مثل هالظواهر واللي تبدا من عمر صغير. هي خلينا زادة يمكن ضمن المحاذير ومش قاعدين نقولوا فيها برشا، لكن يلزم نقولوها انه العصابات الاجرام بي المسوقي هالمواد هذه الكحولية والمخدرات رصدوا المعاهد متاعنا كمكان سهل الاختراق، وفي غياب الجانب الأمني خلى هنو المحيط محيط المعهد دائما هو المكان الأكثر اللي يسوقوا فيه هالمسائل بشكل، ولأنه الصغار ببعضهم يتماهوا بشكل سهل يوظفوا حتى أولادنا والصغار باش يقولوا لهم بالعملية التجارية. هذه فين الخطورة الكبيرة، وذي فين في التحقيق اللي عملوا نصر الدين يقولوا تكلموا على سهولة الحصول، لأنه يجيبوا لهم حتى الباب المعهد هالمسائل هذه ويروجوها بأشكال بعض مرات ينقصوا في الأسعار باش يعودوا الصغار على الإدمان. إن فوا تعودوا على الإدمان وقتها يطلبوا لهم أسعار كبيرة، والصغير يحتاج لأنه مدمن أنه يدبر راسه بشكل يسرق يعمل أي حاجة أو يولي مطيع لهم يروج لهم في بضاعتهم. هذه هي المخاطر للسيركوي اللي تزيد في مخاطر. هل الشيء وصلنا باش أصحاب السوق ذم يسيطروا على صغارنا؟ نرجع اللي كنت تقول فيه أنه الأساس الأسري فما نوع ما من التسيب فعل أو تحت دعوة المودرنيزم ولا التطور التطور الحياتي، نسمح لصغارنا اليوم بالتليفونات بشكل سهل ومن غير مراقبة، نسمحوا بالبلاكات وبالطابلات وبنش عارف شنو، فما فضاء فتحنا لأصغارنا نوافذ ما غير ما نرافقوهم في النوافذ هذية، بحيث هدف هذية تجيب الأرياح السمومية، تجيب الأرياح المكروهة، ويلقوا صغارنا وحدهم أنفسهم وحدهم ما غير رفيق باش يقول لهم هذا ممكن وهذا مش ممكن. فما نوع ما مراجعات منذ 30 سنة بدعوة التربية، طريقة التربية اللي اختلفت على اللي كانت عليه قبل، والسماح لصغارنا وأنه مع مفروض مرفوض العنف ضد صغارنا. لا، أنا مشني مع ما لا أدعو إلى العنف، ولكن أدعو إلى أنه نحط الحدود. فما وزير فرنسي شهير جون بيير شيفانمون كان في الثمانينات وزير الدفاع الفرنسي، وعلاش مشهور؟ لأنه أحد الوجوه استقال لأنه ما حبش يمشي يعمل الحرب في أو يسمح لجنوده تعمل الحرب في العراق، واستقال بسبب لأن فرنسا مشات تعمل الحرب مع أمريكا، استقال وذي معناه نصير العرب نعتبره. جون يقول في كلمة شهيرة الفرنساويين قاعدوا يردوا فيها، يقول ça ne fait que du bien de temps en temps de faire de donner une claque. يقول من وقت لوقت شيء إيجابي أن وقت لوقت تعطي الصفحة، لأنه هذيك اللي ترد الطفل على طريق أو تفكير أو سلوك ماشي في الغي ماشي في الفساد. إذا ما فماش قال له فرعون شبيك فرعون، قال له ما لقيتش كن يردعني، إذا فماش ردع والدين يرافقوا يشرحوا يحلوا، ولكن عندهم فما ردع. إذا تمشي في طريق الخطأ ردع الوالدين قبل ما يكون ردع الأمن
وردع الدولة وردع السجون. تو نشوفوا حتى أستاذ فيصل بعد طريقة الردع كيفاش تكون باش يكونوا صغيراتنا أسوية أولا نفسانيا، خاطر نعرفوا طرق الردع طرق العقاب تنجم تختلف من ولي إلى ولي، كل واحد والتفكير متاعه، وخاصة اللي نلوجوا على سبل الردع اللي تعطي الأكل متاعه. يمكن ما نوصلوهاش هذه تولي الصفحة ولا معناه بالحوار بتعبير مجازي هو معناها اللي باش ترد صغيرك للي هو عليه. خلي تفاعلا مع السادة المستمعين ومع شارع القيرواني، احنا خرجنا في هذا الإطار وسألنا على تفشي الإدمان وظاهرة المخدرات، خاصة خذنا معهم في الأسباب وشنو حسب رأيهم هما الحلول الممكنة. هو موضوع الساعة، فهمت اللي قاعدين نشوفوه فيه في المدارس، العنف ونسبة المخدرات ونسبة كلام البديع وكذا، خطروا ديهم يعني. كان الأجيال متاعنا ذوما اللي بشن الصغيرات ذوما متاعنا الكل اللي هما يعني بش يكونوا قدوة نهار آخر، ونلقاه في المدارس وفي الليسيات نسبة العنف كبيرة ونسبة المخدرات ونسبة الكلام البديع ونسبة العنف سرتو عند الأطفال، هذايا حاجة تخوف وحاجة معتها تعطي قصة الخطر. فهمت يلزم ثم رعاية كاملة بالموضوع هذا، ويلزم ثم طب نفسيين يكونوا يزوروا المدارس هذوما ويفهموا شنية قاعد يصير وكذا، على الأقل ننقذوا بالنجم وننقذوا، فهمتني؟ خاطر توك نشوفوا معناتها كي تخرج تعدى قدام ليسي ولا قدام مدرسة ولا قدام واحد كأنك متعدي قدام بقعة روج، معناتها خط أحمر ما تنجمش تعدى بحذاه، وتخاف تخاف تخاف من برشا حاجات قاعدة تصير، فهمتني؟ حتى تخاف على صغيراتك. هو موضوع شائك وموضوع خطير، ويلزم الوزارات ويلزم الهياكل كلها، ما يكفيش كسيارة أمنية قدام معهد ولا مدرسة ولا لا، يلزم أمور نفسية، يلزم كيما قبل كنا عنا المسارح، عنا الورشات التكوينية، عنا النوادي في المدارس، هذوك اللي يلموا الشباب ويلموا كذا كما طبينا نحن عليهم، إن شاء الله يرجعوا الظلمة ما يخلوش وليداتنا في الشارع بس يتعرضوا للمخاطر هذه الكل. صراحة سلوكيات هذوما اللي ولينا نشوفوهم على صغيراتنا، معناها من الابتدائي للثانوي للاعدادي، مرحلة معناها مهمة برشا في حياة الصغير تتكون فيه شخصيته، وراو الصغار توا ياسر وليو عندهم العنف هذايا والسلوكيات بصراحة مش مقبولة حتى طرف، يعني نحن نجم نقولوا الشخصية ذيك منحرفة، فهمت؟ أما كي تلقاها عند البنات والأولاد وبطريقة كبيرة، معناها بصراحة يولي كأنه مجتمع منحرف مش سلوك شخصي واحد. شنو الأسباب بتاعها؟ أولا هي قلة معنى التراجع، وجود العائلة في حياة الصغير، معناها الصغير يتولد يتحط في الكريش وبعد كي يمشي للروضة وبعد يمشي يدخل في إنيكول بريفي باكزامبل بنهارو يروح، معناها حد وحد كان كليل. ولا أستاذ فيصل، العديد من الأسباب والعوامل اللي ترقلهم الزوز المتداخلين. مشكور جدا زميلنا بيسم القرقني لي أمننا الميكرو خطوار هذا. دونك يقول لك فمشكون المطالبة بالرعاية الكيفية، توفر أخصائيين نفسيين، ما يكفيش دورية أمنية واحدة أمام المعهد وإلا المدرسة. تحدثنا على نقص الخطر من بين العبارات، وزوز هما زوز الحقيقة حاجات تقالوا في اليدو ميكرو خطوار، نقص الخطر ومجتمع منحرف مالغزمو قاعدين نعيشوا فيها. هو ذي الإحساس، فما إحساس عند منتشر عند كثير من الأولياء أنه فما مخاطر في المعهد، لكن للحقيقة أنا كعنصر في المجتمع لا أرى تجند من الدولة ولا من الأولياء لمواجهة لأنه ما يكفيش أنا نقول أطباء نفسانيين وأخصائيين نفسانيين يدخلوا للعلاج، أنا نقول الوقاية خير من العلاج. على كل واحد منا في المجتمع يقول شنو مسؤوليتي وشنو دوري، شنو الدور في وهنا الأدوار. نقول أكثر شباب معرضين اللي هكذا سلوك خطر هما اللي داخل العائلات، وذي ما أكثرها داخل العائلات اللي البو يعمل في نغمة والأم تعمل في نغمة. ولا هذه النقطة اللي حابين نطرحها حتى قبيلة بشوية، قلنا نقطة مهمة جدا أستاذ فيصل. بفعل يمكن تطور الحياة واستقلالية المرأة الاقتصادية أصبحت عندها إمكانيات كما عندها الأب. بعض مرات البو يقول لا لسلوك الأم، تقول إيه وتعطي لولدها ولا لبنتها الأموال لاستهلاك معين. لما يصير هالاختلاف
في المشاريع نقول التربوية يكون باب مفتوح لأنه القانون لا يجد له مجاله عند الطفل. دونك ما عادش عنده ضوابط، ما عنده ضوابط وما يحترمش القانون، لأنه يعرف أنه ضغطت عليه الأم يهرب للبو، وضغط عليه البو يهرب للأم، عنده ملجأ اللي باش يحمي، عنده ملجأ. ولأنه البو عنده رأي والأم عندها رأي، إذن الموضوع أصبح ما عادش ضابط أو ما عادش عنده قيمة، لأنه كل واحد عنده رأي، ينجم يكون هو عنده كطفل عنده رأي في المسألة، إذن ما عادش يحترم المفاهيم والمحرم والحلال، ولا تصبح المسألة نسبية، لأنه الآباء عطوا مثال أنه كل واحد عنده رأي، إذن المسألة نسبية، ما عادش نواهي قاطعة هذا لا ما نقربوش. هذه باب الأكبر باب نقول ما ننتبهولوش في العائلات، لكن أكبر باب تدخل منه لرياح. إذن ضروري أن الأولياء بشكل حتى ولو مختلفين في رأي يناقشوه خارج وجود الطفل، مختلفين في تقدير الأشياء يتناقشوه خارج وجود الطفل، ويخرجوا من نقاش هذا حتى ولو ما وصلوش يقنعوا بعضهم، يقولوا نعتمد الرأي هذا أو الموقف هذا في انتظار أنه نحسم النقاش بين بعضهم. الاتفاق في الرأي بين الأم والبو باش تكون التربية سليمة في مختلف ممكن مختلف الأشياء ومختلف الظواهر اللي قاعدين نتناولوا فيها أستاذ فيصل انديبوندامون من موضوعنا لليوم. أكيد هي باب قد تدخل منه لرياح لأمراض اجتماعية ونفسية كبيرة. هذه عدم التناسق، ولا عدم التناسق عند الفرد نفسه، رأو بو ولا أم يقول اليوم إيه غدوة يقول لها لا، ولا يقول اليوم لا وغدوة تحت ضغط معين يقول إيه. إذن هل التذبذب في المواقف عند الشخص أو عند الأب والأم هو باب كبير تدخل منه أكثر الأمراض النفسية وأكثر الآفات أو السلوكيات الخطرة. إذن خلينا نراجع أنفسنا ونثبت مواقفنا كأفراد وكعماد العائلة البو والأم. هذايا يمكن لو وصلنا له مع ديمومة الحوار في العائلة مع المرافقة، حوار ديمقراطي نجم يكون ديمقراطي لكن عنده ضوابطه ككل حوار، نضبط له ضوابط ونعمله نظام داخلي للعائلة، نتناقش وكما قلنا بالنسبة للبو والأم حتى ولو ما أقنعناش بعضنا فما موقف نوقف عليه إلى بعد، وما يكونش قدام الصغير في حد ذاته القرار اللي باش ياخذوه ما يكونش قدام الصغير. هذه مثلا حتى في داخل مع الصغار نقول انا نسمح للصغار نتفقوا على نفس الرأي، لكن يمكن نتناقشوا 4 ساعات وما نخرجوش، ما يقنعوش، ما مخرجات هما ما يقنعونيش وانا ما نقنعهمش، نقولوا الحوار يتمادى لكن في انتظار انه الحوار مش يواصل، لكن قرار. اليوم انا ناخذ القرار كرب العائله، انا ناخذ القرار وانا سامح انه الحوار ينجم يتواصل ياخذ مجاله قد ما يحبه الى ان يقنعوني او نقنعهم، لكن في انتظار فما ديما القرارات تكون موجودة واللي هي على أساسها باش يبنى التصرفات متاعنا من بعد. بهذا مسألة الأسرة متفقين فيها أستاذ فيصل، بعد بشوية تنتنيلوا حتى مختلف الأسباب الأخرى امتدادا لي على المستوى الأمني للمؤسسة التربوية، خاصة نحكيوا على التوقيت المدرسي اللي قاعدين نتعاملوا به مع الصغيرات متاعنا. هذا اللي باش يكون محور حديثنا بعد بشوية، وخاصة باش ناخذوا معنا القاضي معز الوسلاتي باش نتحدثوا خاصة على المؤاخذة القانونية اللي تختلف من الفئات العمرية، هل أنه فما الجانب الردعي اللي نجم يرد صغيراتنا على مثل هالأفعال هذوما، ونعرف احنا التأثيرات النفسية للمساءلة القانونية. أستاذ فيصل هذا بشكون محور حديثنا بعد بشوية في منتدى الحياة، مازلنا موصلين معكم لحديث اليوم موضوعنا في منتدى الحياة سلوكيات المحفوفة بالمخاطر، خصصناها للإدمان ومسألة المخدرات بين تلاميذ تونس، مسؤولية من 70 في 35 يعني.